طابت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها. بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي. المشيشي يعلن تشكيلة حكومته ويؤكد أن عملها سيكون في إطار الاستقلالية والتعاون مع الأحزاب. أنا شخصيا تحليلي منه بريء من لحظة وصول الباخرة. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يرجح أن يكون انفجار مرفأ بيروت مفتعلا، ويدعو إلى نقاش طرح العقد السياسي الجديد في إطار الخروج من الطائفية. موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن معظم الهجمات السيبرانية حول العالم في محاولة للبحث عن عدو خارجي قبل الانتخابات الرئاسية. تظاهرات مستمرة في ويسكونسن بعد مقتل أمريكي أفريقي برصاص الشرطة، والحاكم يستنجد بالحرس الوطني. أهلا ومرحبا بكم. البداية من تونس، حيث أعلن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي عن تأليف حكومته الجديدة التي من 22 وزيرا وثلاثة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة إلى جانب ثلاثة كتاب دولة. وبعد أعلن المشيشي عن فريقه الحكومي، سيحدد البرلمان جلسة للتصويت على نيل الحكومة الثقة. تلك إذن تركيبة الحكومة المقترحة، وأجدد تعهدي الشخصي بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي ولكل الكتل البرلمانية، وذلك إيمانا منا بأهمية دور الأحزاب في تقديم التصورات وتقديم الرؤى التي يستفيد منها المواطن التونسي. وسنحاول أن تكون هذه الحكومة في تفاعل مباشر مع كافة مكونات الطيف السياسي والأحزاب. ومعنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين عماد شتارة. عماد، مرحبا بك. هل تم تحديد موعد لجلسة برلمانية من أجل إعطاء الثقة للحكومة، وهل ستنال الثقة؟ صباح الخير. مبدئيا بعد تلقي رئيس البرلمان المراسلة الكتابية من رئاسة الجمهورية، يجتمع مكتب مجلس النواب لتحديد الجلسة التي تكون في أقصى تقدير بعد أسبوع، ربما بعد يومين أو ثلاثة لتسريع الإجراءات. إلى حد الآن لم يجتمع مكتب المجلس، نترقب ربما في الساعات القادمة قد يكون ذلك. بالنسبة للسيد هشام المشيشي، أعلن عن تركيبة حكومته في اللحظات الأخيرة قبل انقضاء الأجال الدستورية. حكومة جاءت مصغرة نسبيا بالنظر إلى عدد حقائب الوزارية في حكومة الياس الفخفاخ، عمل على دمج عدد من الوزارات التي فيها تقارب في الملفات، ربما لتسريع العمل الحكومي وإدخال المزيد من السلاسة عليه، وأيضا للضغط على تكاليف الحكومة أو إنفاق الحكومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عدد النساء في هذه الحكومة، نتحدث عن حضور المرأة في 7 حقائب مقارنة بحكومة الياس الفخفاخ 3 نساء فقط. لأول مرة في تاريخ تونس يقع إسناد حقيبة وزارة، نتحدث عن حقيبة وزارة الثقافة إلى كفيف ذوي الاحتياجات الخاصة. لأول مرة يشاركون في صنع القرار من موقع القرار والمسؤولية. هذه نقطة تحسب للسيد هشام المشيشي. نعم. بالنسبة لهذه الحكومة، ومن قبل حتى الإعلان عن تركيبتها، سارع التيار الديمقراطي إلى الإعلان بأنه لن يمنحها الثقة في مجلس نواب الشعب. بالنسبة لحركة النهضة، هناك انقسام، ويرون بأن حكومة فرضها الواقع، ومن غير المنطقي أن يقع تكوين حكومة كفاءات بعد كل هذا المسار الانتخابي وتغييب الأحزاب عن اتخاذ القرارات. حركة النهضة ربما في مساء اليوم أو أقصى تقدير مساء الغد ستعقد دورة استثنائية لمجلس الشورى لاتخاذ أو حسم القرار الداخلي للحركة
قبل الذهاب إلى التصويت. بدورها كتلة ائتلاف الكرامة قالت بأنها لن تمنح هذه الحكومة الثقة، ولكن هذه المواقف التي سبقت إعلان الحكومة كلها تأتي في إطار تصعيد خطابي أو تصعيد كلامي، لأن كل الكتل البرلمانية تعلم بأن عدم منح الثقة لهذه الحكومة يعني آليا حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهذا السيناريو لا يرغبون فيه البتة. شكرا لك عماد شتارة مراسل الميادين، كنت معنا من تونس. في الشأن اللبناني، رأى رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت لم يكن بريئا، وفي لقاء مع وفد من قناة الميادين قال أرسلان أن المطالبة بتحقيق دولي في الحادث تثير الشكوك حول كونه مجرد خطأ. أنا شخصيا تحليلي منه بريء، من لحظة وصول الباخرة إلى إفراغة إلى ضبة 7 سنين إلى سرقة قسم كبير منها، لما بيجي بقول لك بدنا نروح فيها على محكمة دولية، كيف في اعتبرها بريئة؟ كيف في اعتبرها غلطة محلية وصارت؟ أرسلان قال أن طرح موضوعي الحياد والفيدرالية هدفه انهيار الدولة بأكملها، معلنا عن إرساله مذكرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاستفسار عن مفهوم العقد السياسي الجديد. طيب طرح الحياد وطرح الفيدرالية بذات التوقيت لرئيس جمهورية فرنسا حكي بعقد سياسي جديد، اللي أنا لح أخده على براءته، أنا مش عم ما لح أتهمه سلف، مش هناك حضرت مذكرة لإله لأنه بدي أعرف شو قاصد بالعقد السياسي الجديد. هل هو المزيد من إغراق لبنان بمذهبية الدولة، ولا الخروج من هذا الموضوع؟ إذا طالع بنفس الخروج من هذا الموضوع أهلا وسهلا، نحن مستعدين أن نناقش مع الكل. أرسلان وصف الخطاب السياسي في لبنان بأنه موبوء ولا يمت إلى المصلحة اللبنانية بصلة، معتبرا أنه لولا المقاومة لحدث ما هو أسوأ من الحرب الأهلية. لبنان شو عنده نقاط قوة اليوم على مستوى الإقليمي والدولي والمحلي؟ عنده نقطة واحدة ما في تاني لألك، أنه عنده المقاومة، مقاومة كجهاز صحيح منه بالدولة إنما منسق مع الدولة، هيدا عطينا عنصر حماية للبلد. أنا عندي قناعة خاصة، أنا بقلكن إياها وما لح أستحي، لولا هنالك مقاومة بالبلد لنترحم على حرب 75 بلبنان، لنترحم على الحرب الأهلية الأولى. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد 4 من مجاهديها في حي الشجاعية، وكان مراسل الميادين قد أفاد بوقوع انفجار في الحي الواقع شرق مدينة غزة. لجان المقاومة التي تقدمت في بيان بالتعزية بالشهداء أكدت أن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة هي الخيار الأنجع والمجرب لدحر العدو الصهيوني عن الأرض والمقدسات. وتعيش فئة الشباب في غزة أوضاعا صعبة بفعل تراجع فرص العمل وازدياد معدلات البطالة. أحمد شلدان. على نار هادئة يسعى الشاب سعيد لولو إلى رسم مستقبله رغم واقعه الذي يبدو سوداويا، فارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب دفعته إلى إنشاء مشروعه المتواضع هذا، مشروع اسمه رسالة زملاء سعيد وأقرانه. ما لقيت ولا وظيفة أني أشتغل فيها، لا في مؤسسة ولا في وزارة قالت بي الظروف أني أفتح كشك الخريجين لتسليط الضوء على قضية الخريجين اللي هم مئات الألاف ما لقوا وظيفة. طبعا أنا كان على صعيد الشخصي عندي أحلام وعندي طموحات، صراحة ولا إشي زبط منه. فئة الشباب هي عماد المجتمع الفلسطيني،
لكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة، ولا سيما في قطاع غزة المحاصر والذي يشهد سنويا تخريج أكثر من 15,000 شاب من دون تأمين فرص عمل لهم. لدينا في قطاع غزة كعدد تراكمي ما يقارب 120,000 خريج منذ الانقسام في العام 2007 ولحد هذه اللحظة عاطلين عن العمل، تزداد معاناتهم يوما بعد يوم. نسبة البطالة في صفوف الخريجين تصل إلى حوالي 70%. ويطالب متخصصون بإنشاء صندوق لدعم الشباب وتوفير قروض بفوائد قليلة لأصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى البحث عن العمق العربي في التوظيف وتقليل نسب البطالة. تراجع التوظيف في القطاعين العام والخاص إضافة إلى سنوات الحصار 13 تركت شباب غزة في واقع لا يحسدون عليها، والمطلوب تكامل الجهود لدعم هذه الفئة التي تواجه مخاطر وتحديات جمة. أحمد شلدان، غزة، الميادين. في النشرة ولكن بعد الفاصل، منهاتن الصحراء معرضة للتدمير بسبب الحرب والسيول. من جديد أهلا بكم. اتهم مجلس الأمن الروسي الولايات المتحدة بأنها تتحكم في نحو 75% من الهجمات السيبرانية في العالم. نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليج إكراموف قال إن الأمريكيين يتصدرون الأحصاءات المتعلقة بالأنشطة الضارة بحجم كبير، مشيرا إلى أن نخبا أمريكية قد تبحث عن عدو أجنبي قبل الانتخابات الرئاسية وتتجنب إجراء مشتركا ضد الهجمات السيبرانية. هذا وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال وندي أن انفجار ناتانز كان عملا تخريبيا، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا سبب هذا التفجير. تقرير ملحم ريا. هي المرة الثانية التي تتعرض فيها منشأة ناتانز لهجمات ترمي إلى تعليق عمليات التخصيب فيها أو إبطائها في أقل تقدير. بعد 10 سنوات من هجمات ستاكسنت السيبيرية، تعرضت المنشأة مرة جديدة لهجمات لكنها ناتجة من عمل تخريبي مباشر هذه المرة، كما أكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية. وهو لم يعطل عمليات تخصيب اليورانيوم فيها التي تجري على قدم وساق بعد تحرر إيران من القيود التقنية التي فرضها الاتفاق النووي ردا على انسحاب أمريكا منه وتقاعس الأوروبيين. الكشف عن حقيقة ما جرى في ناتانز تزامن مع إعلان زيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بالغة الأهمية. قد لا تخرج عن إطارها التقني، لكن رسائلها سياسية بالدرجة الأولى في ظل عزلة دولية تعيشها الإدارة الأمريكية وتحاول طهران تشديدها قدر المستطاع. الولايات المتحدة اليوم في وضع سيء جدا، وتعاون إيران مع الوكالة يقوم على مبدأ الشفافية، ولا نسعى أبدا للحصول على سلاح نووي، فهذا حرام شرعا بالنسبة إلينا، وقد أجرينا محادثات مطولة مع الوكالة في الأشهر الماضية. ربما تبدي طهران مرونة أكبر مع الوكالة الدولية في الملفات العالقة لسحب كل الذرائع من أمام الإدارة الأمريكية التي تسعى جاهدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من جهة، ولتأكيد حسن نياتها أمام المجتمع الدولي الرافض لخرق إدارة ترامب القوانين والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى. للأسف شهدنا مرارا تأثير اللوبيات السياسية على مجلس حكام الوكالة، وإيران لديها خطوطها الحمر المتعلقة بالتفتيش، وستطلب من المدير الجديد أن يتعامل معها على أساس قانوني لا سياسي. توجيه طهران دعوة إلى رافائيل جروسي لزيارتها تأكيد على رغبتها في حل المسائل العالقة مع الوكالة الدولية، لكن السؤال هنا إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة في ظل ضغوط أمريكية تمارس على الوكالة دفعتها إلى فتح ملفات جديدة بناء على معلومات استخبارية فقط. من الحمرية، طهران، الميادين.
واجهت الشرطة الأمريكية المتظاهرين بقنابل الغاز، كما استدعى حاكم ويسكونسن الحرس الوطني. وتشهد مدينة كينوشا تظاهرات واحتجاجات منذ يوم أمس بعد مقتل شاب أمريكي أفريقي على أيدي رجال الشرطة أمام أطفاله في حادث هو الثاني في غضون يومين، حيث قتلت الشرطة رجلا أمريكيا أفريقيا يوم الجمعة الماضي في لويزيانا. ووسط هذه الأجواء، أعلن الحزب الجمهوري في مؤتمره العام ترشيح الرئيس دونالد ترامب لخوض السباق الرئاسي. تفاصيل مع مراسل الميادين محمد كريم. المؤتمر العام للحزب الجمهوري ينطلق تحت عنوان يتماهى مع الشعارات الدينية بأن أمريكا هي أرض الميعاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقبل ترشيح الحزب رسميا له لخوض السباق الانتخابي، يظهر أمام مؤيديه في شارلوت بولاية نورث كارولاينا بصورة مفاجئة، ويسجل ظهورا آخر في البيت الأبيض في الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر، محاطا بعدد من العاملين في مختلف القطاعات وكذلك بسجناء أمريكيين تم الإفراج عنهم خلال فترة ولايته. أعدنا أكثر من 50 رهينة من أكثر من 22 دولة مختلفة. نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به، وهناك المزيد نريد إعادتهم. على غير العادة يتحدث ترامب كل ليلة وصولا إلى اليوم الرابع، فهو يعد هذا المؤتمر مهرجانه الخاص الذي شهد غيابا واضحا لقيادات تقليدية من الحزب الجمهوري، ولا سيما رؤساء جمهوريون سابقون يقابله حضور طاغ لأفراد عائلته والمقربين منه. This president has a record of strength. الرئيس الحالي لديه سجل مليء بالقوة والنجاح، فيما سجل بايدن هو الضعف والفشل. بايدن جيد لإيران وداعش وعظيم للصين، فيما ترامب يتخذ نهجا مختلفا. إنه صارم مع الصين ويخبر العالم بما ينبغي سماعه. يراهن ترامب في خطابه وكذلك نائبه بينس وقيادات الحزب الجمهوري على تجديد حماس القاعدة الانتخابية، بتأكيد أنه الرئيس الذي سيضمن فرض النظام والقانون مقابل ما يعتبره نشر الفوضى من جانب الحزب الديمقراطي، وأنه لن يخسر الانتخابات إلا بالتزوير. ترامب يعد الأمريكيين بقرب إيجاد اللقاح المضاد لفيروس كورونا وباستعادة الانتعاش الاقتصادي، لكن الأمر الجوهري حتى الآن هو كيف سيكون مزاج الناخب الأمريكي إن لم تتحقق تلك الوعود بحلول تشرين الثاني نوفمبر المقبل. محمد كريم، واشنطن، الميادين. من جنيف أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف، أكد ضرورة إجراء المزيد من المشاورات لإنجاح مهمة لجنة الدستور السورية. جولة مناقشة الدستور السوري تم تعليقها بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين أعضاء الوفود. موسى عاصي. كل شيء كان يسير بحسب ما خطط له المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيترسون. الوفود الثلاثة حضرت إلى المقر الأممي، وانتقل الجميع لبدء جلسات الجولة الثالثة من نقاش الدستور السوري، لكن وباء كورونا قرر عكس ما يشتهيه بيترسون. بعد جلسة أولى وصفت بالإيجابية وقبيل انطلاق الجلسة الثانية توقف النشاط وتسربت معلومات حول إصابة ثلاثة أعضاء بالوباء، توجهوا إلى المستشفى، أما الباقون فنقلوا إلى الفنادق لإجراء الفحوص اللازمة. هي خطوة صغيرة جدا إيجابية، يعني كنا نتطلع لو ما كان حدث هذا الأمر أنه نقدر نمشي خطوة أكبر اليوم، وخلال هالجولة هي نقدر ننجز شيء أكبر. كنا نتأمل نحن أنه عوضا عن أسبوع اجتماعات يكونوا أسبوعين اجتماعات، وأن تكون ساعات العمل أطول يوميا بحيث نستطيع أن ننجز بشكل أسرع. الجلسة الصباحية شهدت بعض التوتر عندما رفض الوفد المعارض تسمية الوفد الحكومي بالوفد الوطني. بالجلسة الأولى كانت الأجواء إيجابية، وأعتقد أنه بعض المناكفات يعني السياسية هي أمر متوقع، لكن بعموم الحال كان في تقبل لجدول الأعمال اللي هو بناء القاعدة الوطنية أو طرح المبادئ الأساسية، التوافق على المبادئ الوطنية الأساسية. فضمن هذا السياق يعني مثل ما بتعرفوا لابد من بعض المناكفات السياسية، لكن بالنهاية
الأمور كانت تجري بشكل إيجابي، وأعتقد أنها أفضل من سابقتها من الجولات. وتجري هذه الجولة وسط اهتمام دولي استثنائي، حيث حضر إلى جنيف مندوبون عن الدول الثلاث الضامنة روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري. الأمال كانت معقودة على انطلاقة إيجابية لهذه الجولة تؤسس لورشة عمل يأمل المبعوث الأممي أن تنتهي من وضع صيغة جديدة للدستور السوري خلال أشهر قليلة، لكن وباء كورونا قطع الطريق على هذه المساعي. موسى عاصي، جنيف، الميادين. رأى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج أن قوات بركان الغضب أفشلت مشروع عسكرة الدولة. وفي كلمة له بعد التظاهرات التي شهدتها طرابلس، عبر سراج عن رفضه التعرض للمتظاهرين، محذرا ممن سماهم المندسين الذين يهدفون إلى إثارة الفتن. تظاهرات كانت امتدت من العاصمة طرابلس إلى سبها ومصراتة، طالبت برحيل حكومة سراج. جبهة فتحها على السبب. كشف نائب رئيس هيئة المدن التاريخية في اليمن عن تعرض الكثير من الآثار لتدمير جزئي بفعل قلة الإمكانات نتيجة الحرب، إضافة إلى السيول والأمطار، ولا سيما مدينة شبام التي تلقب بمنهاتن الصحراء. ووفق عقيل أنصاري، فإن شبام تعرضت خلال الأيام الماضية إلى تصدع أكثر من 208 مباني بفعل السيول، وهي تحتاج إلى تدخل فوري. في موازاة ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تقليص معظم مساعداتها الإنسانية لليمن بحجة نقص الدعم المالي من الدول المانحة. أحمد زبيبة. لم تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها خلال سنوات الحرب في المساعدة لاستمرار العملية التعليمية في اليمن، فالمدارس مدمرة ورواتب المعلمين لم تصرف، ومساعداتها ضئيلة لا تتجاوز 50 دولارا للمعلم الواحد في الشهر، هكذا تقول صنعاء. أما الأمم المتحدة فتلوح بخفض 70% من مساعداتها للتعليم، محذرة من توقفها بنحو كامل. الأمم المتحدة هي لم تقم بالدور المطلوب والكامل التي تدعيه كإنسانية، كمنظمات إنسانية، ولم تعالج الاختلالات التي حصلت من العدوان، وكان هناك نوع ميل إلى إلى أهداف العدوان، يعني تماشي مع أهداف العدوان. تقليص المساعدات لليمن ينبع من مشكلة قائمة بين المانحين والأمم المتحدة، ولا سيما أن الدول المانحة أغلبها من المشاركين في الحرب على اليمن كالسعودية ودول الخليج وأمريكا، علما أن هدف المساعدات هو توظيفها للضغط على اليمنيين أكثر كما يقول مراقبون. هناك مشكلة قائمة بين الأمم المتحدة وبين الممولين، ليس لنا علاقة بها، وإنما هناك سوء إدارة للعمليات المساعدات الإغاثية من قبل كثير من الجهات المرتبطة بالأمم المتحدة، هي من تسببت هذه الكارثة. تقليص الدعم الأممي سيطال 50% من المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة الناس كالصحة والتعليم وقطاعات النظافة والمياه وغيرها. التحذيرات الأممية من إيقاف معظم العمليات الإنسانية في اليمن ألقت بظلالها على المساعدات الغذائية للمحتاجين أيضا، والتي تقلصت بنسبة 50% متسببة بكارثة إنسانية تتحمل تبعاتها الأمم المتحدة. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. في نهاية النشرة هذا تذكير بعناوينها. بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي. المشيشي يعلن تشكيلة حكومته ويؤكد أن عملها سيكون في إطار الاستقلالية والتعاون مع الأحزاب. أنا شخصيا تحليلي منه بريء من لحظة وصول الباخرة. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني يرجح أن يكون انفجار مرفأ بيروت مفتعلا، ويدعو إلى نقاش طرح العقد السياسي الجديد في إطار الخروج من الطائفية.
موسكو تتهم واشنطن بالمسؤولية عن معظم الهجمات السيبرانية حول العالم في محاولة للبحث عن عدو خارجي قبل الانتخابات الرئاسية. تظاهرات مستمرة في ويسكونسن بعد مقتل أمريكي أفريقي برصاص الشرطة، والحاكم يستنجد بالحرس الوطني. للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. إلى اللقاء.